تحتفل الأمة الإسلامية بعد مضي شهر رمضان المبارك بعيد الفطر السعيد، وهو الأول من شهر شوال، وفيه يفطر المسلمون بعد صيام الشهر الفضيل. وقبل مجيء العيد بأيام ينشغل الناس بالتحضير له، كونه مناسبة عزيزة على كل مسلم ومسلمة، وتكتظ الأسواق بالمتسوقين منهم الطلب ومن أصحاب المحلات العروض المختلفة بأشكالها وألوانها وجودتها وأسعارها. قبل العيد بثلاث أيام يومين في بصير في شغل، والأسعار طبيعية، يعني كل الأسعار معروضة على الملابس، مستوى يعني متوسط، ما فيش شيء غالي كثير ولا رخيص كثير، لأنه كمان الضريبة للأسف رفعوها. لما يكون عندهم ست أطفال ويكون دخل الواحد 180 دينار، وبدي يجيب ملابس والطقم، يعني الطقم بيكلف للطفل يعني عمرها مثلا 9 أشهر 13 دينار، يعني شو بدي يجيب لما يكون عندي 6 أطفال؟ يعني الأوضاع السنة الماضية كان نبيع أحسن المبيعات، كانت تفرق عنها، يعني تقريبا 50% فرقت. في ضعف في الشراء، لأن الوضع الاقتصادي صعب كثير كثير كثير، لأن رواتب ما فيه وقليلة وما بتكفي المواطن 10 أيام من الشهر. يعني ما شاء الله أنا عندي عائلة ثنتين، عندي 18 نفر، 500 دينار يعني راتبي الشهري كله 300 دينار، غير تستقرض من الناس من هون ومن هون، يدوب حتى نكتك اللي يظل. ولا يقتصر الشراء والتحضير للعيد على الملابس فقط، بل لابد من شراء حلو العيد لتقديمه كضيافة مع القهوة العربية كما جرت العادة بين الناس. وقد يحضره البعض في البيت، والبعض الآخر قد يفضل شراءه جاهزاً من الأسواق على اختلاف أصنافه وأسعاره باختلاف الأذواق. بشكل عام اللي هو المعمول، معمول العجوة، عندك معمول الجوز، في معمول الفستق الحلبي، الغريبة، البرازق، هاي الأكثر الأنواع، البيتي فورات، يعني اللي يطلق عليه بشكل عام اسم المعمول المشكل اللي هو بيجي أكثر من صنف، والسعر مناسب، يعني تقريباً مش السعر المرتفع يعني. وتشرق شمس يوم العيد، ويتوجه المسلمون إلى المساجد، وأصوات التكبيرات تعلو الأجواء، مؤدين صلاة العيد من بعد شروق الشمس وحتى فترة الزوال، متوجهين بعدها لزيارة الأقارب والأرحام والأصدقاء والجيران. نروح على صلاة الصبح بالجامع تقريبا الساعة 4، نصلي صلاة الصبح، بعدها بصير التكبيرات للساعة 7-7:30 بالجامع. بعد الساعة 7:30 بتعرفي بتصير صلاة العيد، بنطلع من الجامع، وهذا بتعرفي من هذيك اللحظة كل أصدقاء بعيد على أصدقاء، وبروح عند أرحام، كل واحد بروح يعيد على قرايبه وعلى خواته وعلى عماته، يعني في صلة رحم بجوز بتختلف عن باقي المناطق بشكل عام في وادي موسى، لأنه صلة يعني عادات ومعتقدات اجتماعية حلوة كثير، يعني متماسكة لغاية الآن. سمي العيد عيداً لأنه يعود علينا كل عام، أعده الله عليكم بالأمن والأمان والصحة والسلامة، وكل عام وأنتم بألف خير.